عشان ابراهيم عوض سموه. شو رقمك؟ ابو احمد. امتى انضمت نظمت الحماس؟ 2007. شو الجهاز اللي بتشتغل فيه؟ استخبارات. اوكي، قول لي امتى رجعت على شيفا بعد ما الجيش طلع؟ بعد يومين الخروج من غرب غزه اخر مره. أني وحدة الاستخبارات اشتغلوا من شيفا؟ المعلومات المركزية، رصد الأهداف، العمليات المركزية، الأمن العسكري، والمصادر البشرية. ومن غير الاستخبارات أني أجهزة اشتغلت من شيفا؟ الأمن العام، وزارة الداخلية، الأمن الداخلي، لجان الطوارئ الحركية والحكومية. وشو كان الهدف الرئيسي؟ مساعدة حماس. ايش معناته؟ قيام بمهامنا في اثناء الحرب، مساعدة حماس. وليش اشتغلتوا من شيفا نفسها؟ لانه كان متوفر منها يعني اشي لوجستي متعلق بالميه والكهرباء والغرف والحواسيب. وشيء متعلق بالأمن يعني. يعني إيش معناته؟ توفر الأمن.